أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة في المطبخ مع الشيف حسن حسونة وهالة فاخر على 90 90. أي حسونة ازيك؟ ازيك يا أستاذ. بص بقى، أنا عايز أكل بدل ما أنزل أكل أضرب علبة كشري عند الراجل، نعملها إحنا كده. الله عليك. طبعا في ناس كتير قوي تقول لي إيه ده كشري في رمضان؟ آه كشري في رمضان عادي، هيعطش شوية بس. لا مش هيعطش، إحنا لو اللي بيعطش في الكشري الحاجات الحراقه او الدقه بتاعته. تمام. فاحنا مش لازم نلغوص قوي كده. يعني احنا لو حطينا، انا واحد من الناس بحب اكل الكشري واحط معاه تقليه كتير، ان البصل مفيد جدا. بس مش البصل المتقلي كده. لا 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 والله، اي بصل يا استاذ، البصل بفايدته طبعا. انت لما بتاكليه وهو ني الفايده طبعًا مضاعفه طبعا، لكن البصل سبحان الله يعني المية بتاعته بتفضل فيه. بس طبعا في ناس بتعمل التقليه بقى بتحرقها خالص، ففعلا ده ما بقاش خالص. خلاص انا بتكلم على كده. لا يعني يبقى لونها وردي كده. احنا عشان نعملها اللونها الوردي ده، وعشان ما نفقدش البصل القيمة بتاعته، احنا نعفره شوية دقيق قبل ما اول ما انت تقطعيه رفيع جوليان كده كويس، بعدين تجيبي معلقتين دقيق ورشيهم عليه قبل ما احطه في الزيت واقلبيه والزيت يبقى سخن. فمجرد ما انت ما تنزلي خلاص هياخد اللون، هياخد اللون ويبقى مقرمش. طب او انا ممكن اعمل ده في الكشك كمان، في الكشك بقى احلى. يعني برضو نفس طريقه البصل بالظبط كده. احنا لو قلنا لو قلنا طريقه الكشري، احنا بنغلط غلطه في البيوت ان احنا الكشري بنسوي كل حاجه قوي، فيطلع معاكي معجن. طب ايه بقى؟ احنا المكرونه بالظبط 7 دقايق على النار. حلو. بنغلي الميه مع ملح وسنه الزيت، ونسقط المكرونه تطلع بره، ما نبردش بميه ساقعه، نبرد بزيت. اوكي واخد بال حضرتك. تمام. خلاص احنا بقى عملنا الكلام ده، نيجي نعمل الرز بقى بتاعنا. الرز بتاعنا احنا بنسخنه كويس قوي على النار مع حته السمنه او شويه الزيت بتوعنا، ونقلبه كويس قوي. لو انت اديتي له حته سمنه بلدي يديكي طعم في الكشري خطير. يا سلام. يديكي طعم كده اكنك ايه، عارفه زي ما بيقولوا ايه، ليه ريحه وليه نفس كده حلو. طيب احنا عملنا الرز كده وناخد الشعريه بتاعت الرز كتيره. كانت تكون الشعريه اكتر من الرز. تمام. وهو ده اللي احنا بنشوفه في المحلات المشهوره والكلام ده بتوع الكشري، تبص تلاقي الشعريه اكتر من الرز. طيب عملنا الرز سويناه عادي مع الشعريه. مع الشعريه برضو نركن على جنب. تمام. واخد بال حضرتك. العدس بقى بنعمل اللي احنا فيه حاجه جميله قوي، الناس ما بتاخدش بالها منه. احنا بعد ما نشطف العدس مره واتنين بنسلقه، وبعد ما يتسلق بناخده في الرحايه ضربه كده، او تهرسيه بقعر الكوبايه كده. ليه بقى؟ عشان يبقى انت بتشوفي عند بيبقى مهروس. بيبقى مهروس. احنا في المحلات بنعمل ايه، ناخد اللي احنا عاملينه ده كله ونفرمه فرمه واحده على وش الخشب. ينزل في المفرمه على وش الخشب. طيب. لو انت عندك مفرمه في البيت سيبيه يبرد تماما، ما يتعملش هو سخن عشان طبعا ما يعجزش. وبعدين مديله فرمه واحده، اول ما تديله فرمه ينزل معاكي مكسر كده. مكسر. طيب عملنا العدس بقى، نحط فيه ايه العدس؟ ايه عم نحط فيه؟ ولا حاجه، مسلوق. مسلوق بس؟ بس مسلوق، مي ملح بس وميه. لا طب ما انا ساعات اعمل مثلا الكشري ده العدس احط فيه كمون وتوم ولا اي حاجه. طيب احنا بنعمل كل حاجه لوحدي. طيب بعدين الحمص بنبقى نعينه طبعا، وبعدين نسلقه. وبعد ما يتسلق بنبرد عليه بميه ساقعه وهو على النار. فيبدا يدوب، يبقى زي الحمص اللي انت بتلاقيه معلب اللي هو كان زاد بالظبط. وبعدين بنركنه برضو على جنب يبرد. وبعدين ناخد اخر مرحله بقى، ايه انت عامله كام نوع مكرونه مثلا؟ في ناس تحب المقصوصه لا يعني ممكن اعمل اللي هي المقصوصه الصغيره بتاعت الكشري، واعمل جنبها شويه مكرونه سباكيتي متقطعه صغنن كده. بناخد المكرونه قبل ما نسلقها بنقسمها نصين. وبعدين نرميها في الميه، بتاخد لها من 6 ل7 دقايق، ما بتزيدش عن كده. بالظبط. لو النار عاليه عندك مع المكرونه. بعدين طيب غرفت ده بقى كله على بعضه، بنيجي نعمل ايه يا استاذه بقى؟ بناخد العدس، ناخد كبشتين 3 عدس ونرميهم على الرز ابو شعريه. طيب قبل ما نرمي العدس على الرز ابو شعريه، نطلع لفاصل ونرجع لكم تاني مع الكشري. رجعنا لكم تاني على 90 90 في المطبخ مع الشيف حسن حسونه وهالة فاخر. والكشري يا جماعه مش عايز اقول لكم، كمل يا حسن.
خلاص يا استاذ، احنا قلنا للاستاذ المستمعين عرفنا بقى ايه، حطينا المكرونه على المكرونه اللي هي المقصوصه، تمام، قلبناهم قليبه كويسه، اه، وبقوا كده تمام مش معجنين في بعض، اه، وبعدين نبدا ناخد شويه مكرونه المقصوصه دي مع شويه عدس مع شويه ايه، شويه الرز بالشعريه، نقلب ده كله مع بعضه، آه. نبدا نحط شويه مكرونه من تحت، بتبدا تحط شويه الرز مع العدس مع الكلام اللي انت عملتيه ده كله، وتحطيه من فوق، وبعدين آه. نيجي نجيب البصلايه بقى الجميله اللي احنا اللي هي متحمره دي، آه، زي ما احنا حطينا عليها دي شويه، وبعد ما نقطعها ونحطها في الزيت المغلي بالظبط كده، خلاص طلعت البصلايه وسبناها تبرد عشان تقرمش. في ناس بقى تاخد البصلايه بتعجنها على بعض، لا تعالى يطلعوها على منديل تنشفوا كده، آه، حتى لو مش منديل يعني، حتى لو ما عندناش منديل بنفردها على اي سرفيز اي صينيه الكلام ده كله، تمام، لحد ما تنشف. لما تنشف بعدين نبدا ناخد معلقه عدس. نكون عاملين بقى ايه الصلصه لوحديها بالثوم وبتاع ومش عارفه. خلاص جوعت عايز تاكل على طول؟ لا انا بقول لك يعني عشان نخلص، اصلك انت بتطول قوي. مش لازم نشرح الناس كويس. طب ما تشرح يا عم، هو انت كل ده ما شرحتش. انت ليه مفترض ان الناس كلها اللي بتسمع ما بيعرفوش يطبخوا؟ لا انا بخاطب الناس اللي هي بتحب. بخاطب الناس، آه حلو دي يا بروفيسور. آه بص حضرتك، في ناس بجد. طب انت هتتكلم في القصيده اللي هتقولها ولا هتكمل الكشري؟ لا انا هقول لك بس كمل الكشري بقى، نقول لي انا القصيده اللي اساسا بوم مش حاجه. بس حاجه، في ناس بتحب تبدع او بتحب تفنن كده واقفه بتشتغل. ايوه يبدعوا، هم يبدعوا. ايوه انت عاوز تاكلي يعني، احنا نقول لهم على الطريقه ماشي، وكل واحد بقى بعد كده زي ما بنقول ايه، كل شيخ له طريقه. لازم ان احنا نفهمهم ان تركيب الحاجه ازاي فوق بعضها. فاهم يا ابني؟ بعد ما احنا نحط العدس قلنا والرز والكلام ده كله ورصناه، خلي السيرفيس بتاعك يبقى شكله حلو ينطق كده. طيب تحطي شويه عدس تاني على الوش، وبعدين ننزل بالتقليه والحمص، وبعدين نجيب الصلصه بتاعتنا بقى اللي هي الصلصه اللي هي بتدي للكشري طعم. اللي هي ازاي؟ انا اقول لحضرتك، انا بعمل الصلصه تملي بشوربه، عارفه المواسير بتاعت الجزار دي؟ اه. انا باخد المواسير دي بغليها وانزل النخاع اللي جوه ده واخليهم كلهم مع بعض كده، الشوربه دي هي اللي بعمل منها الصلصه. ودي بتدي تيست غير طبيعي. وانا اعرف محلات كبيره ومشهوره بتعمل اللي انا بقول لحضرتك عليه، وهو يعني ده السر بقى، ده كان السر في عندهم، ان في محلات كشري بتتميز عن محلات ثانيه. ايوه بص حضرتك، السر كله بيعمل الكشري بطريقه هي المكرونه طبعا، وكاد تكون هي الشركه. لكن احنا بنتكلم اشمعنى الصلصه ده مميزه. دخلت عندهم المطبخ فعرفت ان القصه كلها في حته ان هو يجيب مثلا 10 15 ماسوره ومكسرين ويسلقه، وبعدين ياخد النخاع ده يعمل منه الصلصة مع التومه، وينزل بشويه الميه دول، ويكون هو ضرب الطماطم مع الصلصه البوريه وينزل عليهم. التومه بيحطوا راس توم كامله، بيحطهم كتير قوي ومفرومه، وتنزل لما تقلبي يا استاذ الكلام ده كله مع بعضه تدي ريحه الصلصه مش طبعًا طبيعيه طبعًا. وما بيحطش حاجه اكتر من الملح في قلب الصلصه، ما خلاص ولا اي حاجه طبعًا. ما بيحطش حاجه تانية غلط طبعًا، وتتسبك مع بعضها، نبدا نحطها جنبها، ونبدا ناخد معلقه صلصه من دي مغرفه حلوه كده، ونجيب معلقه هريسه شطه، او نحط معلقه شطه حمراء وندوبها، وحط معاها سنه خل وسنه كمون وشط ميه سخنه، يبقى انت عملت الصلصه وعملت الدقه في نفس الوقت. بالظبط. وفي ناس بتعمل الخل مع توم، ما هي دي الدقه. انا مش عايز اعمل كده بقى، انت عايز تخلط كله مع بعض، كله مع بعضه، بحيث ان الناس برضو ما يحصلش عطش جامد بسبب الدقه. طبعا جنب الكشري ده ما يتاكلش طبعا الا ترشي بلدي. بص والله يا استاذه، ولا محتاج حاجه غير ان انت تحمص شويه عيش، وتقرقب كده جنبه. الله عليك الله عليك. طب يا جماعه، بالهنا والشفا، بكره نلتقي على 90 90 في المطبخ مع الشيف حسن حسونه وهالة فاخر.